صباح الفل يا فراوله طبعا مش قادر تصورته لا والله امبارح كان معايا حته تعبتني جدا فعلا حته حته ايه حت حته ارض مليانه كرفات كده فكنا عايزيني اخليها حته واحده كتر الشغل ما فيش وقت انام خالص يا فراوله والله شغل برضه اه والله شغل بقى انت عارفه فراوله ابنك بيحب الشغل وبيموت في الشغل يا ابني انا سامعه الشغالين هم بيتكلموا عن واحده بيجي لك عوس. هاوس واحده آه مين فيهم كمان هم كتار لا انا مش قصدي يا ماما انا قصدي بس مين فيهم اللي شغالين بيتكلموا عليها واحده اسمها مريم مريم يا ماما انا انا قطعت علاقتي بمريم دي من زمان من ثلاث ايام مثلا ليه خير يا حبيبي هتزعل اما اقول لك ثلاث اخلاقها مش كويسه اتصدمت فيها جامد قوي وانت عارفه انت مربياني على الاخلاق الحميده <applause> انت هتقولي على اخلاقك وادبك ربنا يكملك بعقلك يا حبيبي والله احنا عايشين بدعاويك والله ما ربنا يخليكي بقول لك إيه، بطل التهريج اللي أنت فيه ده، وأنا مستنياك على الفطار، يلا. على الصبح كده فراولة، فطار، ولا فطار ولا غدا، مقفول يا أستاذ يوسف، كمان على الصبح، قوم عايز حضرتك في خدمة؟ اتفضل يا عمر كنت عايز اكمل نص ديني بس انت عايز تتجوز عاط يا ريت يا استاذ يوسف طب يومين يا حبيبي وعدى عليا ما ينفعش بكرة حضر البدلة وتعالى يا حبيبي اتفضل مش ناقصك على الصبح اتفضل عمر لا منك عوض ولا من أمي ولا من البيت ولا من إيه بالظبط